ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة بنكمل الدرس الثاني معنا من دروس الجغرافيا، بنتكلم فيه عن المحاصيل الزراعية اللي هي خيرات في أرضنا. عرفنا في الدرس اللي فات إن تنوع المناخ في الوطن العربي أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية والنباتات، فأدى ذلك إلى تكامل والتكامل والتبادل بين دول الوطن العربي. طيب هنتكلم عن المحاصيل عندنا في الوطن العربي، في أنواع طبعا ليها، قال لي هتتقسموا معنا لثلاث أنواع. أول نوع عندنا هي الحبوب الغذائية، والحبوب الغذائية ديت اللي هو بيعتمد عليها الإنسان في غذائه زي القمح والأرز والذرة الشامية والإيه والذرة الرفيعة والشعير. طيب تاني حاجة المحاصيل الصناعية والتجارية اللي بتدخل في الصناعة والتجارة زي القطن وقصب السكر وبنجر السكر والبن وغيرها. طيب رقم ثلاثة الأشجار المثمرة والفاكهة، ومنها التمر والموالح والزيتون والإيه والعنب. طيب بنتكلم عن أول حاجة اللي هو الحبوب الغذائية، دي بتشغل مساحات كبيرة جدا من أراضي الوطن العربي مزروعة بالحبوب دي زي القمح والأرز والشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة، وبتعد جمهورية مصر العربية هي أكبر دولة الوطن العربي إنتاجا للحبوب الإيه الغذائية. طيب بعد كده يا جماعة بنتكلم عن اول حاجه اللي هو اول محصول منهم اللي هو محصول القمح. محصول القمح ده بيعتبر اللي هو سنابل الخير اللي هو بيطلع زي السنبله كده. طيب ايه اللي هي بقى او بيزرع فين؟ قال لنا بتزرع في معظم دول الوطن العربي. طيب موسم الزراعه بتاعته، قال لي انا بزرع القمح في فصل الشتاء. طب الظروف الملائمه لزراعته بيحتاج ايه؟ قال لي الظروف الملائمه ان هو بيحتاج حراره معتدله خلاص، وتربه خصبه جيده الصرف، يعني تربه ما بتحتفظش بالميه كتير يعني. طيب اهم الدول العربيه المنتجه ليه على الترتيب بتاعت القمح، يعني اولى الدول هي مصر، ثم المغرب، ثم بعد كده سوريا. بعد كده بنتكلم يا جماعه عن الشعير، ودوت هيكون معانا للقراءه والاطلاع، يعني بنقراه بس مش هيجي مع منه في الامتحان. يعني اللي هو موسم الزراعه بتاع الشعير هو فصل الشتاء، ويزرع في المناطق التي لا تجود فيها زراعه القمح، يعني في المناطق ما ينفعش يزرع فيها قمح يتزرع فيها شعير، لانه يتحمل التذبذب في كميه المطر، يعني ممكن او في درجه الحراره، او سوري معلش بيتحمل في التذبذب في درجه الحراره وقله خصوبه التربه والجفاف، يعني بيستحمل اي بيطلع على طول. ومن اهم الدول العربيه المنتجه ليه هي المملكه المغربيه، اولى الدول العرب دوله العربي المنتجه له. طيب بعد كده بنتكلم عن الذره الشاميه، هي بتتزرع في فصل الصيف، واهم الدول العربيه المنتجه بالترتيب مصر والمغرب. بعد كده الذره الرفيعه اللي هي موسم الزراعه بتاعتها برضو للقراءه والاطلاع، موسم الزراعه بتاعته اللي هو الصيف، واهم الدول العربيه المنتجه لها بالترتيب الذره الرفيعه السودان، وبعد كده مصر. السودان دي قبل ما تتقسم يعني. طيب نرجع بقى المحصول اللي هو الرابع عندنا اللي هو من محاصيل الحبوب الزراعيه، ده اللي علينا ان شاء الله وبناخده فيه وبيجي منه أسئلة في الامتحان، اللي هو محصول الأرز. الأرز موسم الزراعة بتاعته اللي هو الصيف، ويعتبر يعني من أهم المحاصيل للحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي، يعني هو أقل واحد فيهم بس هو منتشر أكتر في مصر، وهي أكتر دولة عربية بتنتج أرز هي مصر، وبتزرع في أكتر حتة في شمال الدلتا بسبب توفر ظروف زراعته. طب ايه ظروف زراعته ديت؟ قال لي أنا عايز حرارة مرتفعة، مياه ري وفيرة، وتربة طينية ثقيلة خلاص، يبقى دي ظروف زراعته. طب مين تاني دولة بتنتج الأرز؟ قال لي العراق. يبقى رقم واحد في الأرز مصر، ثم تاني دولة العراق. طيب بعد كده بنخش على رقم اتنين اللي هي المحاصيل الصناعية والتجارية، اللي هي بتخش في الصناعة والتجارة على الترتيب، يعني زي محصول قصب السكر. قصب السكر دوت من المحاصيل اللي بتستخدم في صناعة السكر يعني، وموسم الزراعة بتاعته فصل الصيف، وظروف زراعته أنا بحتاج جو مشمس معظم أيام السنة، تربة خصبة ومياه وفيرة. طيب أهميته الاقتصادية إيه؟ مهم ليه اقتصاديا؟ قال لي بدخل في صناعات عديدة جدا زي صناعة السكر والورق والخشب. طيب أنت بتزرع في فصل إيه؟ قال لي طب أنا قلت لك إن أنا جو مشمس، وأنا بتزرع في فصل الصيف. طيب مين أهم الدول العربية المنتجة لقصب السكر؟ قال لي أهم الدول العربية المنتجة ل قصب السكر هي مصر اولى الدول، ثم السودان. طيب بعد كده بنتكلم على البنجر السكر، ده برضو للقراءة والاطلاع، ناخدهم بالترتيب زي ما الكتاب جايبهم. محصول بنجر السكر دوت يا جماعة بيتزرع في فصل الشتاء، ويزرع في الجهات الشمالية في الوطن العربي، ويصنع من اثارته السكر، لما بتعسر بيطلع منه السكر، ومن مخلفاته علف للحيوان. طب مين اكبر الدول العربية انتاجا له؟ قال لي مصر، تليها الايه المغرب. طيب بعد كده محصول القطن، القطن برضو من المحاصيل الصناعية والتجارية، تدخل في الصناعة والتجارة، وهو محصول صيفي، ويعد من اهم
الالياف الطبيعيه المستخدمه في صناعه المنسوجات، وبيحتاج لايه ظروف زراعته بقى؟ قال انا بحتاج حراره مرتفعه وتربه خصبه جيده الصرف، وعايز ايدي عامله وفيره تمام بتشتغل فيه وخبيره مش اي ايدي عامله يعني. ويزرع القطن في مصر وجمهوريه السودان وسوريا والمغرب، دي اهم الدول المنتجه له على الترتيب، مثلا مصر والسودان وسوريا والمغرب. طيب بعد كده بنتكلم على محصول الرابع معايا اللي هو البن، وده من المحاصيل الصناعيه والتجاريه، يعني بيدخل في التجاره الدوليه وبيحتاج الى حراره مرتفعه وامطار غزيره وتربه خصبه، وتعد اليمن هي اولى دول الوطن العربي انتاجا له، وكمان موجود منه بيتزرع فين؟ في السودان. طيب بعد كده يا جماعه بنتكلم على المحاصيل اللي هي الاشجار المثمره والفاكهه، فبنتكلم معانا وبنقول عن اول ثلاثه او اول اربعه عندي اللي هو التمر والنخيل والعنب والموالح والزيتون. طيب احنا هناخد منهم اثنين، وفي اثنين للقراءة والاطلاع. الاثنين اللي هم هناخدهم الاول اللي هو التمر اللي هو النخيل، يعني يضم الوطن العربي حوالي 90% من النخيل اللي موجود فين؟ العالم، اشجار النخيل. طب مين اولى الدول العربي الوطن العربي في انتاجه؟ قال العراق، يبقى العراق اولى دول الوطن العربي في انتاج التمر. طيب نخش بعد كده على الموالح. الموالح بيسهم الوطن العربي بحوالي 10% من انتاج الموالح العالمي، وأولى الدول العربية في إنتاجه هي فلسطين. طيب نخش بعد كده على العنب اللي هو بين قوسين الكروم، بتتركز زراعته في السفوح اللي هي مرتفعات في دول المغرب العربي، والمرتبة الأولى في إنتاجه هي الكروم اللي هو المغرب والجزائر وتونس. بعد كده عندي الزيتون اللي تنتشر زراعته في المناطق المطلة على البحر المتوسط، وتعد اولى دول الوطن العربي انتاجا في الزيتون هي دول برضو المغرب، اولى دول الوطن العربي في انتاجا في اللي هي المغرب والجزائر وتونس. وبكده سنه ثانيه بكون خلصنا الدرس وبننتقل الى التدريبات، وبنكمل مع بعض سنه ثانيه. بنقول السؤال الاول: اكتب كلمه صح امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره غير الصحيحه فيما يلي مع التصويب. تعتبر مصر اولى دول الوطن العربي في انتاج القمح، هنقول طبعا الاجابه صح. رقم ب: يضم الوطن العربي قرابه 90% من اشجار النخيل في العالم، هنقول الإجابة صح. بعد كده رقم 3: تستأثر دول المغرب العربي بزراعة الأرز، غلط، هنقول مصر. طيب رقم د: تتركز زراعة بنجر السكر في جنوب الوطن العربي، هنقول له غلط، هي في الأجزاء الشمالية. بعد كده رقم ه: تعد فلسطين أولى دول العربية إنتاجا للموالح، هقول له الإجابة صح. طيب بعد كده السؤال رقم 2: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين من الحبوب الغذائية في الوطن العربي. رقم 1 اللي هو الحبوب القمح، رقم 2 تحتل مصر المركز الأول في إنتاج الأرز، هنقول بعد كده من المحاصيل التي تدخل في صناعة الورق والخشب محصول، هنقول هنا محصول قصب السكر. طب رقم 4: تحتل دولة اليمن المركز الأول في إنتاج البن. بعد كده نقول أكبر دول العربية إنتاجا للحبوب الغذائية هي مصر طبعا. طيب بعد كده بيقول بما تفسر السؤال الثالث: شهرة مصر بزراعة الأرز، هنقول بسبب توفر ظروف زراعته اللي هي حرارة مرتفعة، تربة طينية ثقيلة، ومياه ري وفيرة. بعد كده رقم ب: تركز زراعة قصب السكر في مصر، برضه هقول بسبب توفر ظروف زراعته اللي هي جو مشمس معظم أيام السنة، تربة خصبة، ومياه وفيرة. طيب رقم 3 اللي هو تركز زراعة القمح في مصر، هنقول لأنه يحتاج حرارة معتدلة وتربة خصبة جيدة الصرف. وبكده سنة ثانية بكون خلصت التدريبات، وشكرا لكم.